مساء الخير وأهلا بحضراتكم ومتابعة للحادث المروع الذي حدث منذ ساعة تقريبا. شهد طريق السويس القاهرة انقلاب أتوبيس خلال رحلة سياحية قادمة من شرم الشيخ، وأدى إلى وفاة 12 شخص حتى الآن وإصابة 38 آخرين في هذا الحادث المؤسف. تطورات كبيرة شهدها الحادث، عشان نعرف تفاصيل أكثر وأهم التطورات حول هذا الحادث ينضم لينا الزميل السيد فلاح، طبعا زميلنا صحفي في اليوم السابع ومدير مكتب مدن القناة. أهلا بك يا أستاذ سيد. في البداية عايزين نعرف يعني تطورات الموضوع، ماذا حدث حتى الآن؟ هو حضرتك الحادث وقع اتوبيس سياحي قادم من شرم الشيخ بعد خروجه من النفق حوالي بخمس دقائق نتيجة السرعة الزائدة اصطدم بالفاصل الخرساني في نص الطريق، أدى إلى انقلاب الاتوبيس. الاتوبيس كان يحمل تقريبا 60 شخص كلهم أسر وعائلات راجعين من رحلة من شرم الشيخ. توفى وقت وقوع الحادث 8 وفيات، وكان أصيب قرابة 38 مصاب. تم طبعا دفع ب30 سيارة إسعاف مشتركة، ده حسب كلام الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف. حضرتك إن لما بيحصل حادث كبير جدا بيتم الاستعانة بالإسعافات القريبة، أقرب نقطة إسعاف للمحافظات القريبة، وبالفعل تم دفع ب30 سيارة إسعاف. تم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، كذلك تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى السويس العام. بعد نقل المصابين توفى طفلين وسيدتين، سيدة عندها 62 سنة وسيدة 32 سنة. تم ارتفعت حالات الوفاة من 8 وفيات إلى 12 حالة وفاة بينهم طفلين. طبعا الثمان وفيات اللي وقعوا وقت الحادث طبعا تم نقلهم بشكل سريع جدا للمشرحة حتى الآن لم نصل إلى هويتهم أو معلوماتهم. حتى الطفلين كمان مجهولين الهوية، حتى الآن لم يتم الوصول إلى معلومات عنهم، لأن حتى الآن ما زال بيتم حصر الأسماء والبيانات الخاصة بالحادث. حاليا يتواجد في مستشفى السويس العام الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، خالد سعداوي سكرتير عام لمحافظة السويس، كذلك اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، وكيل وزارة الصحة بالسويس متواجدين في مستشفى السويس العام. تم رفع حالة الطوارئ بشكل كامل، تم استدعاء كافة الأطباء لمستشفى السويس العام لإسعاف الحالات المصابة، وزي ما في حالات خطرة وحالات ارتجاج في المخ وحالات فقدان وعي وكسور وسحاجات مختلفة بالجسم، في حالات كانت بسيطة جدا قرابة السبع حالات ما كانش عندهم أي إصابات تستدعي نقلهم إلى المستشفى. المصابين داخل المستشفى حتى الآن وآخر رقم وآخر إحصائية هي 39 مصاب و 12 حالة وفاة. طيب عايزين نطمن أكتر، يعني الإصابات الخطيرة تقريبا كم عددها؟ حضرتك ذكرت إن الإصابات بتتنوع ما بين كسور وسحاجات وغيرها، ولكن بالتأكيد يعني في إصابات أخرى، يعني عايزين نطمن أكتر، يعني هل مرجح يكون في لا قدر الله أي حالات وفيات في الساعات القليلة القادمة من خلال طبعا الأطباء؟ إن شاء الله إحنا ما نتمناش إن يتم ارتفاع حالات الوفاة، ودي طبعا يعني حادث مؤسف وكبير جدا، وده نتيجة السرعة الزايدة. يمكن أنا إن المكان ده بالذات ما ينفعش بسرعة زايدة، لأني يعني تعرف هو الطريق برضه طريق الحمد لله كمان إن الطريق السويس ده تم رفع كفاءته وتوسعته، فبرضه يعني لولا إن كمان السرعة كانت زايدة جدا ما كانش هتحصل الحادث ديت. فاتكلمت حتى كمان مع يعني كان حد كان قريب شاف الحادثة وعينها، قال ان هذه المنطقه اصلا ما ينفعش السرعه فيها تكون زايده، لان لو اي عربيه فعلا مش بسرعه زايده نسبه الخطوره بتكون عاليه جدا بالنسبه للحوادث. طيب عايزين نطمن كمان، هل من ضمن المصابين موجودين دلوقتي في مستشفى اطفال ولا كلهم كبار؟ بالفعل لان دي كلها اسر وعائلات، موجود عدد كبير من الاطفال داخل المستشفى مصابين. وزي ما قلت لحضرتك هي عباره عن رحله اتوبيس كلها عائلات بقى تشمل الاب والام والاطفال، وده معظم الرحله الموجوده. هي رحله طبعا قادمه من شرم الشيخ، فريق النيابه لسه ما وصلش للمعاينه لان الحادثه لسه زي حضرتك وقعت دلوقتي قبل قليل، وما زالت يمكن الاسعاف لسه يمكن اخر حاله لسه داخله الاسعاف قبل ما اكلم حضرتك هي الحاله 39، لان فعلا كان عدد الحالات
كتير جدا. زي ما تحديك ان نائب المحافظ والسكرتير العام ومدير الامن ووكيل وزاره الصحه متواجدين للاطمئنان على حاله المصابين. مديريه الصحه بالسويس رفعت حاله الطوارئ بشكل كبير جدا داخل المستشفى، استدعاء كافه الاطباء والتخصصات، طبعا سرعه انقاذ واسعاف الحالات بتفرق كتير جدا طبعا في انقاذ ارواحهم. طبعا كمان في ظل الاعداد الكبيره من المصابين استاذ سيد، يعني هل مستشفى السويس العام استطاعت ان تستوعب هذا الكم؟ هل هي مجهزه بالشكل الكافي، ام تم مطالب يعني طلب بمساعدات طبيه مثلا او نقل دم او اجهزه او ما شابه؟ مستشفى السويس العام واحد من المستشفيات اللي دخلت منظومه التامين الصحي الشامل الجديده، واللي شهدت طفره كبيره جدا في تطوير البنيه التحتيه بشكل كامل جدا، دعم المستشفى باجهزه ووحدات رعايه واسره بشكل كبير جدا، وهو يعتبر من اكبر المستشفيات في محافظه السويس بتستقبل الحالات الطوارئ، حوادث الطوارئ. برضو باكد لحضرتك ان السويس كمان بتشهد انشاء مجمع طبي، هيكون اكبر مجمع طبي يمكن في الشرق الاوسط كامل يعني، وده بيتم انشاؤه حاليا لينضم لمنظومه التامين الصحي الشامل. لكن مستشفى السويس العام هو واحد من اكبر المستشفيات في مدينه السويس، وهي يمكن المستشفى اللي جاهزه لاستقبال حالات الطوارئ كان في الحوادث او خلافه. وده طبعا شبيه بمستشفى ابو خليفه، اللي هو مستشفى تم تخصيصه كمستشفى طوارئ على مستوى اقليم القناه وسيناء بشكل كامل جدا. فالمستشفى متوفر فيه الاطباء، متوفر فيه الاسره، متوفر فيه كل عظيم. يعني الامكانيات لاسعاف هذا العدد واكبر من هذا العدد كمان يعني. عظيم، ده شيء مطمئن جدا. اتمنى يعني ان احنا ما يكونش في حوادث وان احنا ما يكونش في أكيد. حالات بالشكل ده، لكن المستشفى على همة الاستعداد لاستقبال اي حالات او اصابات او اي حالات طوارئ يعني. طيب محتاجين نعرف اكتر كمان عن تحرك المحافظة، هل تواجد المحافظ وقت حدوث الحادث؟ كمان عايزين نعرف سرعة الاستجابة بعد حدوث الحادث، سيارات الاسعاف وصلت في الوقت المناسب، وكمان الشرطة او النيابة كمان عايزين نعرف لو في اي تحرك منها حتى الان علشان نقف على اسباب الحادث. هو بصراحه لازم الواحد يشيد باسعاف السويس، متمثل في الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الاسعاف. كان عدد الاسعافات كبير جدا يعني، الدفع تم الدفع في البدايه ب 20 اسعاف، تم طبعا ضم 10 اسعافات اخرى من اقرب نقط مجاوره من المحافظات يعني 30 اسعاف، وكان متواجدين فور وقوع الحادث بشكل سريع جدا. يمكن حضرتك في الاسماعيليه والسويس ومحافظه مدن القناه تم يعني تجربه ان انت قصه سرعه الاسعاف وصول الاسعاف لنقط الحوادث وعلى الطرق، الحته دي تم تجربتها كتير جدا في خاصه في يعني في يعني قوات الدفاع الشعبي كانت بتشرف على النقطه دي جدا، على نقطه كتير جدا، خاصه ان احنا مقبلين على فصل الشتاء، والاستعداد لفصل الشتاء كان من ضمنه طبعا التدريب على سرعه تحرك الاسعافات لحدوث اي كوارث في اي محافظه. فكان حته التدريب على سرعه الوصول لموقع الحادث، الموضوع ما كانش بيستغرق دقائق، وتم تجربه ده في اكتر من موقف كان في السويس او في الاسماعيليه. فسرعة وصول الإسعافات كانت سريعة للغاية كتير جدا طبعا، كانت سريعة في نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام. وعاوز أقول لحضرتك إن المسافة ما كانتش كبيرة جدا ما بين الحادث وما بين المستشفى السويس العام. عظيم عظيم. طيب أنا عارفة إن حضرتك متابع الحادث من يعني لحظة حدوثه، ولكن عايزين نعرف هل من متابعة حضرتك هل في فريق من النيابة العامة وصل لمكان الحادث لتحديد أسباب الحادث ولا لا؟ هو الان فرق النيابه العامه في طريقه الى معاينه الحادث، لكنه لم يصل حتى الان، لكن هو في طريقه حتى الان لمعاينه الحادث. كان الاهم والشغل الشاغل اللي هو متابعه حاله المصابين والاطمئنان عليهم والتاكد من توفر كل يعني المستلزمات الطبيه والاطباء وكل شيء. مدير الامن، نائب المحافظ، السكرتير العام، وكيل وزاره الصحه متواجدين في المستشفى، كل قيادات المحافظة متواجدين لضخامة الحادث وبشاعته. نتمنى طبعا السلامة والشفاء بالتأكيد. العاجل لكل المصابين، وخالص عزائنا للضحايا هذا الحادث يعني. ولكن بالتأكيد. حسب التحريات الأولية التي تم الشرطة طبعا يعني بتنظرها، هي الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة من الأتوبيس، فطبعا فأدى إلى انقلابه يعني. طبعا يعني نتمنى السلامة، حادث مؤسف وأليم جدا، ما نتمناش أبدا أن يكون عندنا طرق بهذه يعني التجهيزات وهذه
الإنشاءات العظيمة اللي احنا بنشوفها، وقد إيه الدولة المصرية يعني بتقوم على قدم وساق على طبعا تمهيد الطرق علشان تكون أكثر أمانا، ولكن مع ذلك يعني بالتأكيد هيبقى في حوادث مهما حصل طبعا، من يعني ان احنا ناخد بالنا او كذا، ولكن نتمنى السلامة للجميع. الدولة بتقوم بدورها، ولكن ايضا علينا دور، وهو ان احنا نلتزم بالسرعة المحددة على الطرق علشان ما نشوفش مثل هذه الحوادث مرة اخرى، ونتمنى السلامة للجميع، وطبعا خالص عزائنا لأسر الضحايا في هذا الحادث. وبالتأكيد هنتابع مع حضرتك زميلنا سيد فلاح، طبعا زميلنا صحفي في اليوم السابع، وهو مدير مكتب القناة هناك معانا طول الوقت بتتابع، وأكيد هنتابع مع حضرتك لحظة بلحظة كل اللي بيحدث على أرض الواقع، ولو في أي جديد طبعا نتابع مع حضرتكم مشاهدينا. بشكركم جزيلا على طيب المتابعة، وانتظرونا في كل جديد، وإلى اللقاء.